غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية، ومشاركة السيد الرئيس في الجلسة الافتتاحية للاجتماع العاشر لمنتدى التعاون الوزاري العربي الصيني. ولدى وصول سيادته العاصمة الصينية بكين، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية